بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة الزملاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في كورس الـ PMP إن شاء الله زي ما اتفقنا هنبدأ مع بعض في كورس الـ PMP بإذن الله وهنبدأ زي ما قلنا بنفس التسلسل بتاع كتاب الـ PMBOK بحيث ان احنا نبقى بنستفيد ان احنا بنقرأ الكتاب وبنشوف مع بعض الكتاب بالتسلسل بتاعه بنفس النسق اللي هيكون ماشي بيه كتاب الـ PMBOK Guide هنبدا الاول بشابتر 1 شابتر 1 بيتكلم على انترودكشن والانترودكشن شابتر سهل ولذيذ بحيث ان هو يدينا بس دخول بسيط كده على الكتاب يعني دخول تدريجي ما فيهوش مثلا قوه مثلا في دخول على المنهج او كده لا الموضوع بسيط جدا زي ما هنشوف شابتر 1 الانترودكشن هنبدا في الانترودكشن باول عنوان اللي هو الاوفر فيو اند بيربوس اوف ذيس جايد هو عايز يدي نبذه تاريخيه كده على موضوع الجايد ده الجايد اللي هو الكتاب يعني اللي هو البيمبوك جايد الكتاب اللي احنا بنقرا منه بدأ يقول إن في مشاريع ويقول في مشاريع منها كانت قديمة زي أهرامات الجيزة وغيره أو مشاريع حديثة زي الجي بي إس والسبيس هو حابب إنه يقول إن على مر التاريخ كل المشاريع دي كان بيطبق فيها إدارة المشاريع جميع المشاريع دي كانت المدراء فيها بيطبقوا البروجكت مانجمنت براكتسز يعني إيه براكتس؟ براكتس يعني ممارسة يعني حد عمل حاجة معينة ولقى ان الحاجة دي جيدة مثلا فبقت good practice او best practice ممارسة معينة حد عمل حاجة بطريقة معينة او principles الاسس اللي مبني عليها العلم او البروسيس العمليات وزي ما هنعرف بعد كده موضوع البروسيس ده مهم بالنسبة لنا لان الكتاب متقسم ليه مجموعة من البروسيس البروسيس هي عبارة عن حاجة زي الآلية أو إزاي أعمل الحاجة المعينة إزاي مثلا أعرف الأكتيفيتيز إزاي أعمل جدول زمني إزاي أعمل استيميشن للكوست بتاع الأكتيفيتي محتاج إيه إنبوت ومحتاج مثلا إيه تولز وتكنيكس وبعد كده هيطلع عندي أوتبوت إيه وممكن إن أنا يبقى عندي حاجة اسمها بروسيس ماب أو حاجة زي الفلوت شارت بحيث إن هو يبين انتقال الأكشنز ورا بعضها خلال البروسيس دي التولز الادوات اللي انا ممكن استخدمها التكنيكس التقنيات المدراء كانوا بيطبقوا الحاجات دي على قد طبعا المتوفر طبعا يعني حاجه مشاريع قديمه زي تاج محل او اهرامات الجيزه اكيد المتوفر مثلا من العلم ممكن يكون مختلف عن اللي متوفر دلوقتي ممكن هنا يبقى اكتر هنا يبقى اكتر بغض النظر بس ممكن يكون في اختلافات في العلوم فبيقول ان المدراء المشاريع كانوا بيستخدموا الكي سكيلز و النولج وبيطبقوا النولج النقطة دي مهمة بالنسبة لنا لأن معظم المؤسسات التعليمية ممكن نلاقيها بتعتمد على النولج بس إن هي يبقى عندها نولج بتحاول توصلها للشخص الدارس أو المتعلم باعتبار إن هو ياخد النولج وده يعني ممكن إيه بعض المؤسسات الغربية ما بيبقاش عندها الكلام ده بتهتم أكتر بالسكيلز يبقى عندها السكيلز مع النولج ما يبقاش بس النولج يعني بعض الناس بتعيب على المؤسسات مثلا العربية ان هي فيها حشو وكلام من ده الكلام ده ممكن ما يكونش صحيح قوي لان كتير برضو من المؤسسات الغير عربية الغربية او غيرها بيبقى عندهم برضو حشو في المناهج بشكل كبير بس هو بيعتمد اكتر على السكيلز مش على الحشو مش ان الشخص مثلا او الدارس يعرف الحشو ده ويحفظه بشكل كبير لا هو بيعتمد اكتر على السكيلز السكيلز المهارات اللي هي مهم جدا ان احنا نهتم بيها وننميها في نفسنا مهارات زي ان انا اعرف اوصل المعلومة اللي جوايا للاخرين او ازاي انصت اليهم او ازاي ان انا اعمل بريزنتيشن ازاي ان انا اعمل ميتنج ازاي ابقى منظم وانظم حاجتي ازاي اقدر اتفاوض مع الناس واثر عليهم واقنعهم ازاي ان انا ادير فريق مثلا وان انا احفزه كل دي مهارات مجموعة كبيرة من المهارات محتاجين ان احنا تبقى عندنا وبيقول ان المانجرز دول كانوا بيستخدموا المهارات الرئيسية وبيطبقوا العلوم عشان يرضوا الكاستمرز بتوعهم وجاء بقى في حتة تاريخية وبيقول في منتصف القرن العشرين كان مدراء المشاريع بيحاولوا ان هم مثلا يعملوا حاجة اسمها body of knowledge body of knowledge يبقى يعني مرجع موجود في العلوم الرئيسية الكاملة لإدارة المشاريع وجاء الـ PMI اللي هو الـ Project Management Institute جاء الـ Project Management Institute جمع مجموعة من الـ Charts ومجموعة من الـ Glossaries الـ Chart اللي هو رسم معين بيبين حاجة سواء الـ Chart مثلا جراف فيه رسم بياني أو جراف مثلا بيبين بروسيس معينة انتقال حاجة لحاجة مثلا بحيث ان هي رسمة بتوضح الـ Glossary بيبقى سرد فجاء الـ PMI جمع مجموعة من الـ Charts والـ Glossaries للـ PMBOK Guide وبعد كده بيقول بقى ان مدراء المشاريع بدأوا ان هم يكتشفوا ان ما ينفعش يبقى في حاجة اسمها body of knowledge لان body of knowledge صعب ان انت
تحصره، لان في منه معروف وفي منه لسه ما تعرفش، والناس عماله تحاول تطور المعرفه بحيث ان هي توصل للجديد. فما ينفعش تجمع حاجه كامله مثلا وتسميها البادي اوف نوليدج. فالبي ام اي قال انا هسميه A Guide to the Project Management Body of Knowledge، ومن هنا جاء اسم الكتاب. يعني هو بيدي بس النبذه التاريخيه دي عشان يقول لنا موضوع اسم الكتاب. البادي اوف نوليدج بي او كي هو بيقول في الصفحه الثانيه ان هو بيضم الببلشد والانببلشد، يعني الحاجه المنشوره مثلا اللي هي خلاص بقت معروفه، او الغير منشور اللي هو لسه قيد الابحاث او لسه ما تعرفش، كل ده يعتبر من البادي اوف نوليدج. فعشان كده الكتاب بيم بوك ممكن ان هو نسميه A Guide to the Project Management Body of Knowledge. وبيقول ان البادي اوف نوليدج كان بيعرف مجموعه من الجنرالي ريكوجنايزد از جود براكتسز، جنرالي ريكوجنايزد از جود براكتسز. النقطه دي يعني نقطه ممكن نسميها ايه، دبلوماسيه شويه. جنرالي ريكوجنايزد هو حابب يقول ان اللي عندي ده مش ممكن ان هو ما ينفعش 100%، ان شاء الله ينفع 95% 99%، ينفع لمعظم مثلا المشاريع، لمعظم الحالات نقدر ان احنا نطبقه لان هو جنرالي ريكوجنايزد. لكن ما ينفعش اقول ان هو المصدر الوحيد وهو اللي ينفع لكل حاجه. ممكن بس نحاول نستنبط مثلا شيء بالنسبه لنا، ان انا دايما باستمرار اخلي لنفسي خط رجعه، ان انا ما اقفلش كل حاجه واقول وعمم واقول هو ده الحاجه الوحيده ورايي هو الراي الوحيد الصحيح. لا، بحاول اخلي لنفسي خط رجعه لعل ان انا اكون غلطان في حاجه معينه، فاقدر ان انا اتراجع وارجع واقول ايوه فعلا، لا انا ما كنتش اقصد كل شيء، انا يعني كنت بقول معظم الناس مثلا بتتكلم على كذا، او معظم مثلا المشاريع ممكن ان هي تنفع معاها الكتاب ده. فهو بيحاول برضو يعمل كده ويقول ان هو generally recognized as good practice، معناها ان هو ممارسة جيدة، ممارسة جيدة مش انا اللي مخترعها، لا انا لقيت ان الناس معظم الناس اجمعوا على ان دي ممارسة كويسة موجودة، انا حاولت ان انا اجمعها لان هي متعلقة بادارة المشاريع وحطيتها في الكتاب ده باعتبار ان هي good practice. بدأ بعد كده يقول ان مدير المشروع بيبقى معاه مجموعة من التيم والستيك هولدرز. التيم والمدير المشروع معروفين، الستيك هولدرز هم اصحاب المصلحة. الترم ده هنلاقيه بيتكرر كتير وهنلاقي شابتر على الستيك هولدرز. الستيك هولدر معناه اصحاب المصلحة او المعنيين او اي حد متعلق بالمشروع. قد يكون التعلق ده ايجابي وقد يكون سلبي. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد مستفيد من المشروع، مثلا بنعمل مدرسة وفي طلاب مثلا هيتعلموا بعد كده في المدرسة، او مثلا بنعمل المدرسة دي وفي مقاول هيجي يشتغل ينفذ المدرسة، او بنعمل المدرسة وفي واحد ساكن جنب المكان بتاع المدرسة فمتضرر من الاصوات العالية اللي عمالة تحصل بسبب الانشاءات دي، فبرضه يعتبر من المعنيين او الستيك هولدرز. يعني كلمة معنيين ممكن ادق اكتر من اصحاب مصلحة، لاننا المصلحة سلبية يعني ممكن تبقى ضرر يعني. فهو المعنيين مقصود به سواء كان مصلحة إيجابية أو سلبية. أحيانا كتاب ساعات بيقول على الستيك هولدرز إن هم مثلا الناس اللي موجودين في الشركة بتاعت المالك، لأن دايما الكتاب لما بيتكلم بيتكلم على الأونر المالك، ما بيتكلمش مثلا على المقاول أو استشاري لو المشاريع فيها مقاول أو استشاري. في مشاريع ممكن ما يبقاش فيها يعني مقاول أو استشاري. في النهاية المقاول ده يعني زي التاجر، هو داخل بيعمل شغل معين عشان يكسب، لكن صاحب المشروع هو المالك هو الأونر. وعشان كده دايما كتاب إدارة المشاريع أو البي ام اي لما بيتكلم في الغالب بيبقى بيتكلم على موضوع المالك، مين هو صاحب المشروع ومين هو المالك للمشروع، باعتبار ان المشروع ممكن يبقى فيه اكتر من مقاول، ممكن المقاول يبقى في فترة معينة، لكن قبل المقاول كان في مثلا تصميمات، كان في كونسبت، كان في مثلا فيزابيليتي ستادي، المقاول ما كانش موجود ساعتها. طيب يبقى الاساس عندنا هو مدير المشروع من قبل المالك، او الاساس عندنا هو المالك. فالستيك هولدرز ساعات لما الكتاب بيتكلم عنهم على المفهوم الضيق بيبقى بيقصد بيهم الناس اللي شغالين في الشركة بتاعت المالك، اللي هم ممكن يبقوا غير مدير المشروع والتيم، يبقوا ناس شغالين
في وظائف تانية، مثلا وظائف ايه نسميها فانكشنال، زي مثلا الناس اللي هتستخدم المشروع بعد كده او هتعمل صيانة المشروع بعد كده، دول ممكن ان احنا نسميهم ستيك هولدر. ده المفهوم الضيق ليها. لكن المفهوم الاوسع ان هم الستيك هولدرز المعنيين اللي سواء هيتضرروا او هيستفيدوا من المشروع. احيانا بنلاقي الكتاب بيستخدمها كده واحيانا بيستخدمها كده، وبتفهم من سياق الكلام بوضوح. فمدير المشروع مع التيم مع الستيك هولدرز بتوعه بيحددوا ايه هي الجود براكتسز اللي ممكن يستخدموها. هنا يقصد يقول ان الكتاب مش لازم انك تطبقه كله، يعني ممكن ان هو يبقى فيه ممارسات كتير، ممكن فيه تولز وتكنيكس كتيره. هو بيقول لك انت اعمل حاجه اسمها تيلورينج. تيلورينج زي التفصيل، انت خد البروسيسز المعينه، خد مثلا التولز اللي انت شايفها مناسبة وانتقيها، وهي دي اللي انت ممكن تستخدمها. فبالتالي مدير المشروع مع التيم مع المعنيين بيبدأوا يشوفوا ايه هي البروسيس المهمة بالنسبة لهم، انبوت تولز تكنيكس اوتبوت اللي ممكن ان هم يستخدموها، وده بيعرف بالتيلورينج او ان هم بيعملوا عملية تفصيل، ان هم بينتقوا عناصر معينة عشان يستخدموها في المشروع بتاعهم، لان ممكن بعض العناصر ما تبقاش ابليكابل، وممكن بعض العناصر تبقى كتير قوي. انا ممكن بالنسبة لي هستخدم تول معينة هي اللي مناسبة دلوقتي، او يكفي ان انا هستخدم تول واحدة. هو مقدم لي اكتر من تول، بس انا يعني واحدة بالنسبة لي كفاية هتقضي الغرض، وشايف ان دي مناسبة خلاص، الباقيين انا مش محتاجهم بالنسبة لي. وبدأ يقول ان البيمبوك جايد ما يعتبرش ميثودولوجي، ما يعتبرش منهجية، لا هو يعتبر فاونديشن يتبنى عليها المنهجية. منهجية زي ايه؟ طريقتي انا هعمل الجدول الزمني ازاي، دي منهجية. طريقتي هعمل ازاي مثلا كواليتي كنترول، هعمل ازاي مثلا منهجيتي في الاستيميشن للكوست مثلا التكاليف، دي كلها منهجيات. المنهجيات تبنى على الكتاب بقى، فالكتاب ده يعتبر فاونديشن يبنى عليه المنهجيات دي. هو يختلف عن الميثودولوجي، لان الميثودولوجي بتبقى نظام خاص بديسيبلين معين، يعني تخصص معين، لكن البيمبوك جايد ده فاونديشن يبنى عليه المنهجيات والبوليسيز السياسات بتاعت جوده او بتاعت سيفتي او غيره، البروسيدجرز الاجراءات، الرولز، التولز، التكنيكس، اللايف سايكل فيزز وهكذا. جاء بعد كده اتكلم على الستاندرد بتاع البروجكت مانجمنت. الستاندرد الخاص بالبروجكت مانجمنت ده كان زمان موجود في الكتاب، كان في الشابتر الثالث، وكنا دايما لما بنيجي ندرس الكتاب بنتخطى الشابتر ده، باعتبار ان الستاندرد ده عباره عن ايه؟ عباره عن اللي هيتدرس في الكتاب كله بس ملخص، بياخد من كل شابتر ايه البروسيس اللي موجوده، ويقول لكل بروسيس ايه الانبوت وايه الاوتبوت، ويحط الكلام ده كله في شابتر واحد. يطلع الشابتر الثالث ده مثلا حوالي مثلا 15 صفحه، 15 صفحه دول كانهم فهرس او مثلا اكتر شويه، كانهم فهرس، لان انا بقرا مثلا الحاجه اللي لسه هدرسها بعد كده. طب انا بقراها دلوقتي محتاج ممكن الفهرس عشان ابقى عارف يعني كل حاجه مكوناتها ايه، الشابتر فيه ايه، العناصر اللي فيه، لكن التفصيل الزياده بان هي تبقى بروسيسز كمان وانبوت واوتبوت من غير ما تشرحها لي ايه هي الانبوت والاوتبوت، ده بيبقى يعني في صعوبه شويه، بيبقى في صعوبه في التداول او في الفهم او في القرايه. الواحد قبل ما يفهمه ان هو يحاول يقراه قبل ما يفهمه بيبقى ممل جدا يعني. لكن لما هنيجي نقراه وبعد كده يعني نفهم الكتاب بكل البروسيس اللي فيها ونرجع بقى للستاندرد ده، هنلاقي الستاندرد ده كان حاجه سهله جدا. في النهايه البي ام البي ام اي استجاب للموضوع ده، ان ما حدش كان بيقرا البروسيس ديت، لان هي تعتبر لسه هنعدي عليها بالتفصيل، فليه اقراها في البدايه. فشالها خالص من شابتر 3 وحط حاجه تانية خاصه بالرولز بتاعه البروجكت مانجر، ونقلها بره الكتاب ومسميها البارت 2. واعتبر ان هيئه المواصفات الامريكيه انسي American National Standard Institute، المواصفات القياسيه الامريكيه دي، اعتبرت الستاندرد ده هو المواصفه بتاعتها في اداره المشروعات. كان بيعتبر من قبل كده وكانت بتبقى مكتوبه على الكتاب بالكامل، الجايد بالكامل، بس هم لقوا ان مفيش داعي لكل التفصيل ده، ان يبقى الستاندرد. الستاندرد في النهايه حد خلاص فاهم الموضوع عايز يفتح الستاندرد عشان يطلع حاجه يتناقش فيها مع اللي قدامه ويقول له انت ما استخدمتش الستاندرد، الستاندرد بيقول كده. لكن لو عايزين نفهم بقى الستاندرد، لا ناخد البيمبوك جايد نفسه، هيبقى فيه شرح لكل شيء.
او الكتب اللي بتفسره كمان، لكن الستاندرد نفسه هيبقى في نهاية الكتاب بارت 2، هيبقى بالنسبة لنا مش مهم لان احنا بندرس بعمق اكثر تفصيلا، فاوريدي هنعدي عليه، هيبقى موجود مفصل جوه الكتاب نفسه ومش هنحتاجه، وهيبقى بالنسبة لنا هنفهمه ونشربه واحدة واحدة، لكن بعد كده خلاص فهمناه وشربناه وعرفناه، هنبقى مش محتاجين بقى ان احنا نرجع مرة تانية للكتاب المفصل. احنا عايزين بس نفتكر ونتذكر هو الستاندرد كان بيقول ايه في النقطة دي، ساعتها هنرجع للجزء الصغير اللي هو الستاندرد. وقال هنا برضو في البراجراف ده بتاع الستاندرد فور بروجكت مانجمنت ان الاثنين سواء الستاندرد او الجايد الاثنين معتمدين على الديسكريبتيف براكتس، ان هو بيوصف rather than البريسكريبتيف براكتس، يعني يقصد يقول في حاجات في العلم خلاص موجوده والناس عملت ابحاث وطلعت من الابحاث دي بيبرز ونشرتها وبقت حاجه خلاص متداوله ومعروفه، وانا باخد الكلام ده وبحطه لكم في الستاندرد، لكن انا مش بعمل حاجه جديده مثلا بريسكريبتيف وبقول لكم روحوا جربوها وشوفوا يمكن تنفع او ما تنفعش. فهو برضو بنقطة يعني تعتبر كأنها ديسكليمر عشان برضو يبقى ايه مبين ان الكلام ده يعتبر ديسكريبتيف، حاجة موجودة ومتجربة والناس استخدمتها ونشرتها. ده كده بخصوص الستاندرد فور بروجكت مانجمنت. نيجي بعد كده لل الليمت بتاع الستاندرد، هو بيقول ان انا بشتغل بس على البروجكت مانجمنت، ما اشتغلتش على البورتفوليو ولا البروجرام، نظرا لان الاثنين دول كل واحد فيهم له ستاندرد مختلف، في ستاندرد فور بورتفوليو مانجمنت وستاندرد فور بروجرام مانجمنت. البروجرام هو مجموعه من المشاريع بتدار مع بعض بشكل معين لان في فايده معينه هتتحقق لما ادارهم كلهم مع بعض. البورتفوليو ممكن مفيش فايده من تتحقق مثلا من ان انا اديرهم مع بعض، لكن مشاريع مشتركين في الهدف الاستراتيجي زي ما هنعرف موضوع الاهداف الاستراتيجيه بعد شويه. اتكلم بعد كده على الكومن فوكابولري، ودي نقطه من النقط الرئيسيه والمهمه اللي بيوفرها الستاندرد. لما كلنا نذاكر ونقرا ونلتزم بنفس الستاندرد هنلاقي ان كلنا فاهمين بعض بسهوله لان كلنا بنستخدم نفس المصطلح، محدش بيستخدم المصطلح ده يقصد بيه حاجه وواحد يقصد بيه حاجه تاني، وبالتالي استخدام البروجكت مانجمنت الجايد ده للبادي اوف نوليدج، استخدام البين بوك نفسه بيخليني ان انا ابقى مجمع على مصطلحات معينة اقدر فعلا ان انا اتواصل مع الناس بيها، ولما اقول كلمة معينة منها هتبقى الناس فاهمة الكلمة دي اصلها ايه او مقصود بيها ايه في البروجكت مانجمنت. فهو عامل حاجة زي لكسكون او ديكشنري يعني او قاموس موجود على الويب سايت بتاع البي ام اي، هنلاقي الفيرجن 3.2 من اللكسكون ده موجود، ممكن ان احنا نعمل له داونلود، موجود في الترمينولوجيز كلها او المصطلحات وكل مصطلح مقصود بيه ايه. طبعا هيبان معانا في الدراسة طبعا ايه هي الترمز مثلا اللي هنعدي عليها، وهنبقى هنشرح ايه كل ترم منهم وهنقدر ان احنا نفهمه بصورة تفصيلية اكتر، بس ميزة الليكسيكون ان احنا لو حبينا نرجع بعد كده للموضوع ده بدون الرجوع للكتاب. الكود اوف ايثكس والبروفيشنال كوندكت اللي يعني ممكن نسميه الميثاق الاخلاقي والسلوك الاحترافي البروفيشنال كوندكت، الكتاب نفسه او البي ام اي كان عامل كود اوف ايثكس. الكود اوف ايثكس ده بيقوم على اربعه فاليوز، فور فاليو. الفاليو الاولى هي ريسبونسبيلتي، ان انا ابقى مسؤول، مسؤول عن اي شيء انا عملته مثلا او مسؤول عن اي شيء اسند الي واعترف بمسؤوليتي وما تهربش من المسؤوليه. ريسبكت احترامي بقى للجميع سواء في نفس شركتي في شركه تانية تحتي في الاستراكشر او فوق، يبقى في احترام متبادل. الفيرنس العداله او عدم التحيز لحد على حساب حد. الاونستي المقصود بها الصدق او الامانه يعني او الاخلاص. الاربعه فاليوز دول بيتكلم عنهم الكود اوف ايثكس بشكل تفصيلي اكتر من اللي في الباراجراف ده، ممكن ان احنا نرجع للكود اوف ايثكس هنلاقيه منشور على الويب سايت بتاع البي ام اي، وبيتكلم في كل فاليو من الفاليوز الاربعه دي على نوعين من الستاندردز. النوع الاولاني مسميه اسبريشنال ستاندردز اللي هي المقاييس الطموحه اللي هي اطمح ان انا اوصل ليها، والستاندردز الثانيه اللي هي المانداتوري اللي هي الالزاميه اللي انا لازم التزم بيها،
يعني ممكن عاملين زي مثلا ايه ده فرض وده واجب مثلا، او ده فرض وده سنه مثلا، باعتبار ان هو ايه المانداتوري حاجه الزاميه والاسبريشنال اهدف لان انا اوصل ليها. بس مع الوقت بدات كلمه اسبريشنال تتفهم غلط، ان هي اوبشنال، عايز تلتزم بيها اوكي، مش عايز تلتزم بيها لا. فوضح هنا البي ام اي ان لا، احنا بنحاول ونجاهد ان احنا نلتزم كمان بالاسبريشنال لان هي مش اوبشنال، لا ده هي بنحاول نوصل لها، ما قدرناش بعد بذل الجهد دي حاجه تانية، لكن بحاول على قد ما اقدر. اما الالزاميه فدي الزاميه، واللي بيخالفها بيتعرض للمساءله امام الايثكس ريفيو كوميتي او اللجنه الخاصه بالاخلاقيات التابعه للبي ام اي. طالما انا عايز ادرس واحده من الشهادات دي او عايز استخدم الستاندرد ده، فبيقول لي طالما انت جيت وهتستخدم الحاجه بتاعتنا يبقى لازم تلتزم بالكود اوف ايثكس. بكده يبقى اتعرفنا على الجزء الاولاني اللي هو في شابتر 1 الانترودكشن الخاص بالاوفر فيو اند بيربوس اوف ذيس جايد.